بسم الله نبدأ وبه نستعين. اليوم سنقوم بشرح الدرس 20 وهو بعنوان الصبر. الصبر كما نعلم هو خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الإسلام. خلق الصبر، نقول خلق الصبر، ودعونا ننتبه على هذه الكلمة. خلق هي مفرد كلمة أخلاق، ومعنى كلمة أخلاق أي صفات فضيلة يجب أن نتحلى بها نحن كمسلمين. ولكن كلمة خلق تختلف عن كلمة خلق، أي أن البعض منا يقول لغويا خلق، أو يعني خلق الصبر مثلا، وهذه مغلوطة وشائعة بين الناس. بالنسبة لكلمة خلق تعني الهيئة والشكل التي خلقنا الله عليها، لكن بالنسبة لخلق فهي صفة تكون في سلوك الإنسان، لا تظهر على شكله ولكن تظهر في سلوكه. بالنسبة لكلمة خلق وخلق يجب أن نفرق أن خلق هي مفرد أخلاق، يعني صفات، يعني فضائل يجب أن يتحلى بها المسلم. الآن نأتي لمعنى كلمة الصبر ومعنى خلق الصبر. الصبر يعني تحمل المصائب، تحمل أي مصيبة تصيب الإنسان يجب أن يصبر، يجب أن يطلب من الله الصبر، يجب أن يطلب من الله العون على هذه المصيبة. حتى الآن نحن في هذه المحن التي نحن عليها الآن يجب أن نصبر ونطلب من الله عز وجل أن يعيننا عليها. معنى خلق الصبر تحمل المصائب والشدائد طلبا للأجر والثواب. إذا أنا عندما أن يصيبني بلاء ومحنة ومصيبة، عندما أصبر عليها لي أجر وثواب، لي أجر الصبر على هذه المصيبة. يجب أن لا ألعن المصائب، بالعكس أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي مهما كانت هذه المصيبة. أفكر صفحة 67 في سبب تسمية شهر رمضان شهر الصبر، لأن المسلم يصبر على الجوع والعطش طاعة لله عز وجل. إذا أنا أصوم من الفجر إلى المغرب طلبا للأجر والثواب وطاعة لله عز وجل. الآن رغب الإسلام، نقول رغب وحث الإسلام المسلمين على الصبر، لأن له ثمار عظيمة، له ثمرات، الصبر له ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا إذا كان لي تجارة فالله عز وجل سيبارك لي في تجارتي، في أموالي، في صحتي، في عمري. الآن نأتي لهذه الثمار المذكورة في القرآن والدليل عليها القرآن الكريم. أول ثمرة من ثمار الصبر، أول نتيجة أنا أقطفها عندما أصبر على المصيبة، أولا محبة الله عز وجل. لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب الصابرين، صدق الله العظيم. إذن هذه أول ثمرة من ثمار الصبر، محبة الله عز وجل للعبد. إذا أحبني الله ابتلاني، إذا أحبني الله أوقعني في مصيبة حتى يمتحن صبري ويمتحن إيماني. ثانيا الأجر والثواب، قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العظيم. إذا أنا صبرت على أي ابتلاء وأي بلاء وأي مصيبة، الله عز وجل سيعطيني الأجر والثواب. رقم 3 القوة ونصرة الله، نصرة الله، قال الله تعالى إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم. إذن الله عز وجل يحب الصابر، يعطيه الأجر والثواب ويقويه وينصره. هذه 3 ثمار نجدها في الدنيا والآخرة. نأتي الآن إلى نشاط رقم 1، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صدق الله العظيم. أذكر أنا ومجموعتي أسماء أولي العزم من الرسل وأدونها في دفتري. نحن نعلم أن الرسل أولي العزم الذين امتحنهم الله عز وجل وكانوا أكثر من غيرهم في الدعوة الإسلامية. أولا إبراهيم عليه السلام امتحنه الله بأنه جعل أباه لم يسلم وجميع قبيلته لم تسلم، وأن الله عز وجل ترك كل شيء لله عز وجل وذهب إلى الصحراء.
ووضع زوجته وابنه في الصحراء دون أي يعني دون أكل، دون طعام، دون شراب، دون مأوى، دون أي ناس حولهم، فتركهم لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام الذي بقي يدعو قومه 950 سنة، يعني 1050 عاما، وابتلاه الله عز وجل بأن زوجته لم تسلم وأبنائه لم يسلموا. أيضا موسى عليه السلام الذي الله عز وجل، نحن نعلم قصة موسى أن الله عز وجل أخذه من أمه ورده إلى أمه، وأيضا أنه تربى في بيت عدوه، فهذا جميعه من الصبر. وأيضا عيسى عليه السلام، أصلا ولادة سيدنا عيسى هي أكبر معجزة، ولدته السيدة مريم وأنطقه الله عز وجل وهو في المهد، فكان قومه كلهم ضده. ونأتي إلى خير البشر وخير المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتحنه الله عز وجل في كثير من المحن، أولا توفي والده، ثانيا توفيت والدته، توفي جده، كفله عمه، وتوفي عمه، توفيت زوجته كما أخذنا سابقا في عام الحزن، فكلها محن تأتي. وأخرج من مكة وهي أحب البلدان إليه، أحب الأماكن إليه، فمكة هي كانت بالنسبة إليه أحب شيء، وأخرج منها رغما عنه، وذهب إلى المدينة وترك ومات أولاده، فهذه كلها كانت محن. نأتي الآن إلى صور الصبر. صور الصبر يعني يتمثل الصبر، كيف يتمثل الصبر في سلوك الإنسان؟ أولا الصبر على عبادة الله وطاعته، ثانيا الصبر على الأعمال الشاقة، ثالثا الصبر على المصائب. عندما أقول الصبر على عبادة الله، إذا أنا صبرت على عبادة، يعني مثلا عندنا الصيام، إذا صبرنا على صيام يومي كامل هذا صبر على عبادة لله تعالى، عبادة. إذا أنا صبرت على المحنة التي أنا فيها الآن، نحن نمر بأزمة عالمية وهي هذا الوباء، هذه صبر على مصيبة، الصبر على المصيبة، وأني أحتسب حتى جلوسي في المنزل الآن وأنا جالسة في المنزل وأتعلم في المنزل، هذا صبر على المصائب ولي أجر عند الله عز وجل. الصبر على الأعمال الشاقة، عندما يذهب الوالد ويكسب رزقه ويذهب طيلة اليوم في عمل شاق حتى يأتي بقوت يومه لأولاده، هذا صبر على الأعمال الشاقة. نأتي الآن إلى الإضاءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا دليل على أن الله عز وجل يقول للمسلم: إذا ابتليتك أحببتك، وإذا ابتلانا الله عز وجل أحبنا، وإذا صبرنا على هذا الابتلاء وشكرنا الله عز وجل على النعم التي يعطينا إياها، في الحالتين نحن لنا أجر وثواب، فكله خير للمسلم. نأخذ نحدد صور الصبر في نشاط 2. أحدد صورة الصبر في كل موقف مما يأتي. أولا تأدية صلاة الفجر في وقت البرد، هذه صبر على عبادة الله وطاعته. عندما أنا أكون نائمة وأستيقظ وقت الفجر وأتوضأ في هذا البرد، فأنا أصبر على عبادة الله عز وجل. عندما يموت لي أحد الأقارب وأصبر وأحتسب هذا عند الله عز وجل وأقول إن الله وإني إليه راجعون، أو اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، هذا صبر على المصائب. عند عمل الأب، عندما يقوم الأب بعمل شاق لتحصيل نفقة أولاده، هذا صبر على الأعمال الشاقة. عندما تسهر الأم على راحة ابنها المريض، ابنها مريض وتسهر طيلة الليل على راحته وبجانبه، فهذا أيضا صبر على الأعمال الشاقة. إذن للصبر فوائد وصور عظيمة، لكن دعونا نبين مواقف للصبر عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أولا صبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما صبر على موت أولاده، توفي جميع أولاده الذكور، وعندما قال، عندما احتضن ابنه إبراهيم وقال إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون وإن العين لتدمع، لكن صبر وتحمل موت أولاده، صبر على خروجه من مكة كما قلنا، صبر على أذى قريش له، صبر على وفاة زوجته، صبر على وفاة عمه، كل هذه ابتلاءات من الله عز وجل، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الابتلاءات. أيضا نبي الله أيوب صبر عندما الله ابتلاه في فقد ماله، وفاة زوجته، صبر على وفاة عمه، كل هذه ابتلاءات من الله عز وجل، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الابتلاءات. أيضا نبي الله أيوب صبر عندما الله ابتلاه في فقد ماله وولده ومرضه، فقد ماله، كان غني وفقد ماله، كان عنده أولاد وفقد أولاده، وابتلاه رب الله عز وجل بمرض، وهذا المرض كان مرض معدي، حتى أن أهل القرية تجنبوه، وحتى أنهم أخذوه على أطراف القرية، يعني أيضا بعدوه عنهم وأسكنوه في مكان لوحده، فأيضا صبر ولم يشكو ولم يتذمر، العكس، لكنه على عكس ذلك صبر وقال يعني يا رب. أيضا النبي يعقوب عليه السلام فقد ولده يوسف، أحب أولاده له يوسف عليه السلام، ولكن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وبيضت عيناه ولم يتذمر، وقال يعني الله عز وجل الله المستعان، فصبر جميل، يعني كان كل كلامه يدل على صبره على محنته. الآن سيدنا يا أيوب، الله عز وجل يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كان أيوب عليه السلام يردد الدعاء: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني كان يردد دعاء لم كان يدل على صبره، كان دائم الصبر، وحتى في مرضه الذي طال مرضه أيضا صبر. الآن ننظر إلى هاتين الصورتين. نشاط بيتي: أتأمل الصورتين الآتيتين وأستنتج بعض أنواع الصبر. أولا الصبر الأولى صبر الألم، الصبر على الألم وعلى المرض، المريض صبر على مرضه وصبر على آلامه، وهذا الصبر صورة الصبر على المصائب. الآن الصبر على مشقة الحج، ونحن نعلم أن الحج مشقة، فهذه صبر على الأعمال الشاقة. والآن مع أختبر معلوماتي. السؤال الأول: ما معنى الصبر؟ هو تحمل المشقة والصعاب. ثانيا: أكتب ثمرة الصبر الذي تدل عليه كل آية من الآيات الكريمة الآتية: ألف بسم الله الرحمن الرحيم والله يحب الصابرين، صدق الله العظيم، تدل هذه على ثمرة محبة الله للصابرين. با بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تدل على ثمرة الأجر والثواب. جيم إن الله مع الصابرين، تدل على أن الصبر يمنح المؤمن القوة. نأتي إلى السؤال الثالث: أذكر صورتين من صور الصبر. أولا الصبر على المصائب، ثانيا الصبر على عبادة الله وطاعته. السؤال الرابع: أذكر مثالا واحدا لصبر الأنبياء الآتية أسماؤهم: ألف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صبره على أذى قريش وعلى موت أولاده، نبي الله أيوب عليه السلام صبره على فقد أولاده وأمواله ومرضه،
نبي الله يعقوب عليه السلام، صبره على فقد ولد يوسف عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.